وأهدى الروح من دعوات أمي، فكان دعاؤها للروح طبا. والآن مع فقرة التربية النبوية تقدمها مجموعة من براعة معهد إقرأ. أمي أمي لن نبني اليوم قصرا في الجنة. أمي أمي لن نبني اليوم قصرا في الجنة. بعد المعاناة الشديدة التي تعاني منها منطقة ريف إدلب الغربي من تهجير ودمار وقصف عشوائي، وبعد موجة النزوح القسري التي حصلت لأهلنا من مدينة حلب، قامت منظمة نودي سيريا ممثلة بمكتب الإغاثي والأستاذ وائل إبراهيم مدير المكتب الداخل ومعهد إقرأ بتشكيل مع عرض مسرحي للأطفال يحكي بشكل أساسي عن أوضاع البلاد وأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب في هذه الظروف الصعبة. ولادتنا وحتى موتنا هو حب الوطن، هذه الأرض التي حضرتنا بحنان ترابها وجمال طبيعتها، فمهما ابتعدنا عنها تبقى قلوبنا ترفرف بحبها. والآن مع مشهد أولاد الشهيد في أرض سوريا الحبيبة مع أنشود سلام عليكم. حجر ورق مقص، حجر ورق مقص. بابا اليوم كان مبسوط مني، حضرني قبل ما يطلع الشغل وضمني كتير كتير. أنا كمان مضطني أنا وأخواتي ودعالنا وقال الله يبعثكم أيام حلوة يا رب. شايفين بابا قديش بحبنا نشتغل من شغلنا؟ الله يحميك يا بابا، الله يحميك يا بابا، الله يخلينا إياك يا بابا. سامعي صوت القصف؟ يا لطيف يا لطيف، بابا بالشغل يا رب تحميه. مسرحية عن أولاد أب الشهيد، عن معاناة أطفال سوريا، إنه عن الأيتام كيف بيعيشوا. أنا قدمت هالفقرة لحتى فرجي كل الناس شو عم يصير فينا وعحالة النزوح يلي عم تصير معنا، وأرجي كل العالم يلي برا شو عم يصير فينا. دم هذا تسيل به الوضاح، وآلام تضج بها الجراح، وأعراض أعز من الثريا أمام عيون حاميها تباح. وطفل صاح قبل الذبح صوتا أغيثوني فتسكته الصفاح. وأم قطعت وأب تلاشت بقاياه، وهدم واجتياح. تمادى المجرم السفاح قتلاً.
إذا قمتم فنخوتكم كلام، وإن سرتم فثورتكم صياح، فأبلغ من كلامكم وسكوت، وأفصح من صياحكم النباح. كفى لعبا فإن الأمر جد، فما في الحرب هزل أو مزاح. فليس الحق يوصر بالتمني، وليس الظلم بالشكوى يزاح. ترون حلب حشوها العوادي، وكل حرامها كلأ مباح. وما في العرب معتصم يلبي، ولا في المسلمين يرى صلاح. إذا ابن العلقمي غدا سباها، لرافضة المجوس فلا فلاح. ولن يبقى لهذا الدين حصن، ومكة والمدينة تستباح. حمى التوحيد أمنعها منالا، سيغزو أرضها الكفر البواح. ستهوي في مذلة بعد عز، ويغشاها التمتع والسفاح. وحول البيت أطهر ما عليها، جميع مفاسد الدنيا تباح. مآذنها ستبكي كل آن، كذا ساحاته البيض الفساح. فلا علم العقيدة سوف يتلى، ولا آي الكتاب ولا الصحاح. ولكن بدعة في كل ركن، ولطم أو نحيب أو رواح. يدنس روضة المختار رجز، وتعلو المنبر العجم الفصاح. وعند القبر يلعب صاحباه، وتقذف زوجتاه ولا جناح. من الله وين تروح؟ يا أطفال الشام، شوفوا شو صاير فينا، أكل وتشريد وخور، رعب مسيطر علينا. إحنا أطفال الشام، شوفوا شو صاير فينا، أكل وتشريد وخور، رعب مسيطر علينا. أحلام الطفولة فينا لسه ما كبرت معنا، اللي عصامل هالشعب شعملنا لا تقتلنا. أحلام الطفولة فينا لسه ما كبرت معنا، اللي عصامل هالشعب شعملنا لا تقتلنا. كلمات لا أعرف لها وصفا، كلمات الشكر والعرفان والحب والوفاء لك يا جسرنا الحبيبة. والختام مع كلمات تقدمها فتاة جسرية من سوريا الأبية، زينة مرمور، فلتتفضل. أنا بنت جسرية سورية، رح أشرح أكثر عن الهوية. خليت ببلد حلوة كتير وبحارة شعبية، ديني هو الإسلام والقناعة والحرية، ديني هو الإسلام والقناعة والحرية. وبديني بفتخر كتير مو شوية، وشموخنا عالية مو محنية. وشو ما صار بهالكم سنة اللي هي، ما رح ننكسر ولا نبكي دمعة سخية. ورح ضل البنت الجسرية السورية اللي بتفتخر بالإسلامية. ثورتنا ثورة عز،